السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة الشيح وفوائده للحمام. طبعا الشيح كلنا عارفينه نبات بيجي بنشتريه من عند العطار رخيص جدا، شوية دول كلهم ب5 جنيه، الكيس ده كله ب5 جنيه. حضرتك كيس ما شاء الله حوالي ربع كيلو اهوت، او يمكن يزيد عن ربع كيلو، ما اعرفش هو قد ايه، بس يعني كتير. طيب الشيح نستخدمه ازاي للحمام؟ هنقول اول شوية معلومات كده عن الشيح. قد تكون المعلومات جديدة بالنسبة لبعض مربين الحمام. الشيح له فوائد كتير جدا، مفيد جدا للريش إذا أضيف للماء ويعطي الريش لمعان، يبقى بيعطي الريش إيه لمعان، اللي هو الشيح لما الحمام يشربه في المية بيعطي الريش لمعان، وبينشط عملية الهضم، يساعد على هضم الحبوب الخشنة. الشيح يختلف عن الكزبرة والكركم والزعتر والجنزبيل، الشيح بيقلل من التهاب المفاصل، وهو منشط للدورة الدموية، بيقلل من التهاب المفاصل اللي هو سببه الباراتيفويد او السلمونيلا، يبقى بيعالج التهاب المفاصل او بيقلل من التهاب المفاصل اللي بيجي، يعني احنا بنأتيه بعد علاج السلمونيلا علشان يقلل من التهاب المفاصل اللي هي سببها السلمونيلا او الباراتيفويد. يبقى زي ما قلنا الشيح بيعالج التهاب المفاصل اللي سبب بتسببه السلمونيلا. الشيح بيقضي على الطفيليات، ايضا بيقضي على الطفيليات الموجودة في امعاء الحمام، وبيقضي على الديدان. ممكن استخدامه كبخور، يعني انت ممكن تبخر بيه المكان حتتين فحم كده وترش عليهم شوية، تمسك شوية كده تحطهم على النار على الفحم اللي متولع وتقوم حاططهم عليه كده يتبخر بهم المكان. هقول لكم كمان ايه فوائده. احنا قلنا بيقضي على الديدان، وممكن استخدامه كبخور لطرد الزواحف وطرد الحشرات، بيطرد الزواحف اللي هي الثعبان والبرص او الوزع والسحالي اللي هي بتنتشر في غيات الحمام. الحاجات دي يعني ربنا يعافيكم يا رب من موضوع التعبان ده، لان الزواحف ما بتحبش ريحة الشيح، فده بيطردها اللي هو الشيح ده. استخدامه في ماء مغلي، لتر ماء مغلي ويضاف عليه معلقة شيح زي ما احنا عاملين دلوقتي اهو، معانا الماء المغلي احنا مجهزينه اهو، الاناء ده احنا غاليين ولعنا عليه النار، طبعا الغطا ده حطيناه بعدين. هقول لك ايه فايدته، بتولع النار، ده لتر المية، بتولع النار لغاية ما المية تغلي، وتروح ضايف معلقة الشيح، معلقة تقريبا زي دول، وتروح بعد ما تطفي النار تقوم مغطي ده كده ربع ساعة. ليه بنغطي ده؟ علشان الزيوت كلها طلعت هنا اهو، الزيوت ما تطرش، تقوم نصفيها كده، الزيوت بننزلها تاني نرجعها بالمنظر ده. النقط اللي بتنزل دي اللي هو البخار ده، زيوت بتاعت البخار، الزيوت بتاعت الشيح. شوف هو بقى شكله كده زي اليانسون. يبقى دي معلقة على اللتر كده، هنخفها على 5 لتر مية ونستنى لما تبرد ونقدمها للحمام. طيب بتقدمه للحمام ازاي؟ بالطريقة دي هتقدمه للحمام ازاي؟ مرة كل 10 ايام، يبقى 3 مرات في الشهر تقريبا، يبقى مرة كل 10 ايام. زي ما قلنا هتخففه على 5 لتر مية وتقدمه. لكن نسيت اقول لحضرتك هتضيف عليه معلقتين سكر على اللتر ده، معلقتين سكر علشان الحمام يحب طعمه. حط عليه معلقتين سكر وتخففه على 5 لتر مية وتقدمه للحمام كل 10 ايام، يعني 3 مرات في الشهر زي ما قلنا. طيب فيه طرق تانية كمان، مش دي الطريقة الوحيدة، بقولنا كده ان هو شرب في المية، خلاص على طريقة الشرب وطريقة ان انت تبخر به المكان علشان الحشرات. لسه في طريقة مهمة جدا يا جماعة، كنت عملتها في فيديو سابق هقول لكم عليها. الطريقة الثالثة
اللي هي هنجيب، نبقى دي كده الاول، هنجيب حاجة قطعة قماش ولتكن اي حاجة خفيفة، حاجة زي كده مثلا، نقص منها جزء كده، ناخد قطعة قماش اي قماش، ده طبعا حتة شكارة كده انا عايزها خفيفة علشان اما نلف فيها حبة خيش حبة شيح، حتة قطعة زي كده نحط فيها حبة شيح كده، تمام اهو المنظر واضح، ونبرمها نعملها زي الكيس كده، نلفها كويس اهو، تمام كده اهو بالشكل ده، واجيب حتة سلكة كده او خيط او اي حاجة متوفرة عندك، يبقى كده، واروح رابط اربط عليها كده. دي الطريقة الثالثة يا جماعة، يبقى انا عملت كده اهو، بقى كيس كده جواه الشيح علشان انا عايز اخرج الروايح اللي هي تطرد الزواحف، هتطرد الزواحف والحشرات، يبقى تطرد التعابين والبورس اللي هو الوزع او السحالي. طيب انا هعمل في احط دي ليه، انا عملتها كده لان انا عندي الشباك زي كده، السلك زي كده، اعلقها كده في شباك زي كده واقوم معلقها فيه. حتة السلك دي ادخلها كده اهوت اتعلقت، انا يمكن كنت عامل واحدة قديمة اهو، باي حاجة عند حضرتك تعلق في الشبابيك كده، تعلق في اي مكان، تفضل دي تطلع الريحة تطرد الحشرات والزواحف. كات املة في المكان عند حضرتك زي كده، ممكن تضيف على كلفة الحمام كبشة قد كده، تحطها على كلفة الحمام، ما تضرش في حاجة، لكن زي ما قلنا مرة كل 10 ايام. لو قلنا كده مثلا عندي الكلفة زي دي كمية كبيرة حوالي 10 كيلو، هضيف عليهم حوالي معلقة كده، تعمل لهم ريحة تطرد منهم الطفيليات. قلبها في الكلفة بتاعتنا قبل ما نقدمها للحمام. وممكن كمان استخدام تاني له، ممكن حاجة كمان نعملها، لو انا نظفت المكان اجيب شوية كده واعمل ارش منه في الارض، هو طبعا رخيص مش غالي، ارش الارضية بتاعت الحمام كده على الارض عشان تطرد الزواحف، هو الهدف منه طرد الزواحف والطفيليات اللي بتصيب الحمام او بتكسر في اماكن تربية الحمام. يبقى كده يكون خلصنا في موضوع النهاردة، ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.